Merci pour votre préoccupation. Je vais être bref par rapport à ça. Donc, je crois que c'était sur des erreurs tactiques qu'on a eu à prendre ces deux buts-là. Quand on a pris le premier, bon, voilà, il y a quelques-uns déjà qui se sont démoralisés. Et après, tout de suite, tu prends un deuxième. Je suis vraiment, vraiment déçu par rapport à ça. Mais bon, bravo à mon collègue entraîneur pour les résultats. Je vous ai dit tout à l'heure que la victoire a mis longtemps à se dessiner. Est-ce que c'est la crispation, la peur du résultat qui a bloqué un peu vos joueurs? Non. C'est, bon, en première mi-temps, on a mis une stratégie en place. Et certes, alhamdoulilah, en deuxième mi-temps, on a bien étudié le TP Mazembe, donc un changement à Saïoud et Mehdi Ghassmi et Youssef Béchou, donc alhamdoulilah. Donc les trois points mérités, je félicite les joueurs, alhamdoulilah. Donc l'objectif, les trois points, donc alhamdoulilah, c'est ça le plus important. Le plus important, on va travailler tranquille. الشوط الاول تكلمنا مع اللاعبين وقلنا لهم باللي المقابله ما تكونش سهله والمقابله الا قلك ماشي 3 ميليو تيران اللي فريمون كاين 1 ميليو تيران اللي درتو فوق لا ديفونس اي 2 الى بو قريب الحمزه دونك حنا شفنا لو سيستيم دو جو تاع ليكيب ادفيرس شفناه طريقه تاع اللعب تاعو وحنا لو بروبليم اللي كان عندنا تقدر تقول اللاعبين كان عندهم ضغط في الشوط الاول كان عندهم ضغط وما تنساش باللي النتائج اللي درناهم سلبيه زادوا علينا شويه دونك الحمد لله شفنا الفريق كيفاش يلعب ما كانش عندنا لو جو فيغ لافون دونك خممت دوزيام ميتو خممنا بون دوزيام ميتو خممنا باش ندخلوا لاعبين اللي كنا مخلينهم في الاحتياط اللي هما عطاونا الاضافه وبفضل كل اللاعبين والطاقم الفني الحمد لله اللاعبين اللي دخلوا هما اللي جابوا لنا ريزولتا بوزيتيف الحمد لله سا سي تري تري امبورطون كيفاش يشوف الزمن عقب المستقبل تاع شباب الوليدات فرادي القطري نحن نعرفوا بان مازالكم مباراه صعيبه مباراه خارجيه صعيبه نسينا فيكم ثاني دوزيام كيستيون سي بيرميتي بالنسبه للبطوله استو راح نشوف عندي لي باسكو لي فوا باراي بهذه الحلاوه سيرتو في اسكو راح نشوفوا شباب الوداد اخر في البطوله المحليه؟ والله شو نقول لك المستقبل يبان لي المستقبل تاع الفريق يكون احسن لان كانت خصهم مقابله كيما اليوم يفوزوا بها يجيبوا ثلاث نقاط ويسجلوا ثلاث اهداف لان بزاف ما شفناش الاهداف دونك الحمد لله انا ما نخافش على المستقبل تاع شباب الوزداد اليوم الهدف هو ثلاث نقاط باش تشوف للمستقبل وتشوف واش راه يستنى فيك في البطوله ولا في المقابله الاخيره في سان عند سان داوز سي صح اه سيرت كي تكون ادجوا يكون عندك طموحات كبيره دونك واحد يكون ادجوا مي عنده هدف ادجوان ما يقعدش كاع حياته ادجوان ديجا ان دو في الشباب بالوزداد كانت عندي مهمه الاداره كلفتني بمهمه ومهمه ماشي سهله مهمه صعيبه الحمد لله احنا الطاقم الفني قمنا بالدور تاعنا نشكر كل اللاعبين نشكر الطاقم اللي خدم معايا كيما بختي كيما ديكيماش وزاد كان معانا في ثلاث ايام هذه يحيى دونك نقول لك انا كلفوني مهمه والمهمه تقدر نقول لك باللي تنتهي اليوم انا الهدف الاول هو اني نخرج من باب الواسع بنتيجه ايجابيه اليوم خرجت من الباب الواسع الا خرجت نخرج من الباب الواسع بنتيجه ايجابيه
والحمد لله هذا بفضل اللاعبين بفضل الطاقم الفني بفضل الطاقم الطبي المسيرين والمسؤول على النادي اللي دار فيه ثقه دونك نقول باللي نقول هذا الفوز للجمهور ونقول الجمهور يلتف حول الفريق وفي الدنيا هذه تكون كاين دي كريز مي لو كلوب ما يلقش يطول فيها الحمد لله اليوم الحمد لله اليوم كانت نتيجه ايجابيه دونك هذاك هو المهم تشوف اليوم انت كنت في الطاقم اللي فات واليوم راك في الطاقم تاع شباب الوداد ممكن انكم ما عطيتوش فرصه ولا ظلمتوا بعض اللاعبين اللي اليوم صنعوا الفارق في صوره كازمي ولا بالشوك بكل صراحه شكرا شوف واش نقول لك انا بالنسبه ليا ما ظلمتش قاسمي وما ظلمتش بشو باسكو بشو لعب وقاسمي كان يدخل يلعب دونك اليوم قاسمي كان يلق له وقت واليوم الحمد لله قاسمي نعرفو الشخصيه تاعو نعرفوه واش يعطي دونك الحمد لله في لو مومون اللي سحقيناه لقيناه ومدنا بشو جاوه شعل من الفرص كان يلق له انسان واحد يتكلم معاه الحمد لله تكلمنا معاه وكلش اليوم دخل ثاني هو سجل انا بالنسبه ليا راني فرحان لهاد اللاعبين ولا لاعبين واحد اخرين المهم هما الكوتشينغ اللي كان احسن وخمم نقول الحمد لله كنا احنا الستاف اللي نتكلموا والكوتشي كان ايجابي دونك انا نشكر اللاعبين اللي دخلوا ما تنساش ثاني سعيود كان من اصابه جا وعطانا دعم وخليناه باش يدخل دوزيام ميتون باش يعطينا اضافه والحمد لله دخل ثاني عطانا اضافه سالمي كذلك كان عنده اصابه ودخل دونك ميم لي شونجمون كانوا ايتيدي ما كانوش غير دخل لاعب باش دخل لاعب نو الحمد لله درسنا الفريق درسنا كيفاش لا استراتيجي باش نديروها في دوزيام ميتون ودرناها في دوزيام ميتون دخلنا لاعبين عطاو اضافه مبروك للاعبين هذا مجهود تاع اللاعبين مجهود تاع الستاف ونشكر الجمهور اللي دار فينا ثقه